السلام عليكم اخوتي، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. بغيت نبارطاجي معكم واحد الهوايه ديالي اللي هي عشق ديال الخيل. كان حماق عليهم بزاف بزاف بزاف، وخلاني هذا العشق يعني نتكونتاكت معاهم، وخلاني نعيش واحد التجربه اللي هي زوينه، اللي هي الضبوريضه. بما كنت الصراحه ناوي يعني واحد ما عمرها كانت في بالي نقدر ندير البوريضه ولا نكون مع السربه، ولا يعني هذه الفكره ما كانتش طايحه هي في بالي سبحان الله العظيم. الخيل، حب الخيل هو اللي خلاني نكتشف هذا الميدان. الصراحه زوين 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 بزاف، فيه ناس الله يعمرها دار، وفيه ناس اللي هما فيما مشيتي كان الحجر وطوب، يعني الانسان خاصو دافين حتى تراسك. المهم خليو بارطاجي معكم هذا الفيديو ان شاء الله اللي غادي تشوفوه معايا. وانتوما اول مره كنركب بعدا مع السربه، يعني اول مره، وقلت نبارطاجي معكم. واي يعني خليو ليا كومونتيرات زوينين، كتشجيعات، ولا ما كنتش تنعرف شي حاجه قولوها ليا في لي كومونتير، ولا ما بقيتوش يعني ما بغيتوش تشوفوا هذا الشيء كاع، يعني بغيتهم بقاو في مجال العقار بوحدو، كتبوها ليا حتى هي في الكومنتيرات. وشكرا لكم وفرجة ممتعة. اللهم بارك. هذا هو حال صباح ديال صرباط يونس البركة، نهار كبير هذا. بارك الله على السي كمون استاذ، نهار كبير هذا. شي كلمه، شي كلمه البركه. السلام عليكم الناس ديالنا، مرحبا بكم. المهم حنا تنتواجدوا في تيدراري، نهرضوا على هاد الناس وكبروا بينا الله يحفظهم. فروقه فينا، فروقه ناس الله يعمرها دار. قماسه قماسه، ناس صراحه في المستوى ما خلاوش فين يهزونا. وكيتا تشوف الهماسي ديال التيران، ها البليصه خياله كاينين، كل شيء موجود، الجو صالح بارد. وحده من فضل الله تعالى. وكما تنقولوا حنا دينا راه هذا هو حالنا حنايا، اما بينا لا فلوس لا دنيا لا مليار، خلينا الفلوس وخلينا كل شيء. كنا هذا قعيده مع الحباب، وبين العماس اللي مع الاساسيده ديالنا، ومع الدراري الفلاحه ديالنا، ومع الشبان. والله يجعل شي بركة علينا. وهذا هو شكرا الاستاذ، راه الاستاذ تاواتي وراه هو كل شيء. يا عمر هذا شكرا الاستاذ بزاف، راه من الناس الاعضاء ديال الصربه. الله يخلي لنا ابو هشام، الحمد لله، الله يخلي نضره زينه، والله الا لقينا مع ما احسن منا. جرات تجري تما تتحنق زكون ديالك اوليدي، تهنينا عليك. اش راه قال لك تهنينا عليك؟ تبارك الله على السي البركة. دابا اش تيرخ البركة؟ اش هي هاد العملية؟ شي وسخ ولا شي حاجة تيخرج. يا شيخ أسامة، خويا أنت
سلام اخويا. سي اسماعيل. سيادي صحبتك الخير. اللهم بارك. اللهم بارك. زريق مفرش تبارك الله. سيو تحياتي. نار خليط هذا نار زين. الله يعطيك الخير. صحتك. كلاس يسامة. خويا العزيز. هانية. تحياتي للجميع اخويا. يا سيو. الحمد لله. ما بقى والو وتفرجوا معنا ان شاء الله. سي مروان. ويا سي رخزان تحياتي. تحياتي للناس تاع المجموعة. تحياتي لخويا سي ميدي. هنا 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 سي ميدي. شتي دابا؟ يا ايوب. شكرا هاد الناس. شكرا لهم قدام. سي اسامة. خويا مينا نعمس. تحياتي للجميع. ما نساوش مولاي اي. راه المقدم ديالنا. وليه ونس البركة. شحال هذا؟ ها؟ راه داك الصوره ديال لي هذا فروان العنكوت. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله وعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بسر آياتك الكريمة وببركة الصلاة على رسول الله تحصلنا بك يا ذا العزة والجبروت حي الواحد البقي الذي لا يموت الله يرزقكم ركوب العز ويزيدكم ذو الطاعة الله يحفظكم وينصركم وكما درتو لا تجي هي هذه الدراري راه ايتيقوا غير فريوسكم وتيقوا في المقدم راه ما غيغدركم حتى شي حاجة احكم على عاودك راه المقدم ديالك ماشي هو هذاك البسطاني المقدم ديالك هو هذاك اللي حداك اسقل ودنك سير تطاطق في المقدم ديالك بانك راه غتفرج شي اوتوماتيك مومي كتمشي تطاطق راه كتفرج وملي كيكون عندك واحد شويه الشك في دماغك راه حطها في الضرب كتبقى كانت عندك الشك لا ما يكونش عندك داك الشك عندك الشك عندك اليقين بانك راه بغيت تفرج وتعاونوا مع المقدم والله يسهل عليكم وراه كلكم وليدات زوين وراه كيبان داكشي وراه غادي يجيب الله التيسير كحل حفيظ ملي يجيك داك الشيطان ديالك واش خرج خرج حفيظ مقال حفيظ ودفع الشعبه ديالك ما فيها حتى شي حاجه اجيك الشيطان اللي خرج من خرج بلا خسر له وضرب هذيك الساعه بقى يقول لك الشيطان لا بيد نخسر ضرب خرج يعني بالخسر هي الا جاتك اللقطه وديلها ومارك ما خرجتي ولا ما ضرب جنبنا وقلنا تقل منها بانها بتخرج وغادي يجيب الله التيسير يلاه تفقات عليا الله غزال الله يحفظك دراري الكومودير اييه داك البيض باقي يومبا لا لا الله يحفظك الله يحفظك اليوم ما تبقاش لنا الضوء دابا كنا كنمشي اليوم حتى دابا ونقدم تبارك الله عليك هذا هو موزيك هو الطبور اللي طرخ مراجينا سي جنة وخرجت من الليل اصبروا الصحابة ديالنا
كيف تشوفوا معنا ركبنا سالينا باقي لنا الركوب الثاني ان شاء الله وتنشكرك اخو ايوب الله يحفظك انت من داس الاعضاء ديال الصربه الله يكبر وما نساوش الاستاذ السي الاستاذ هو الساقي الساقي والحاج القيده السي نهار كبير هذا حتى هو من البدايه صحاب البدايه منين نتوما حنا تيمور اي تيمور رد عني حنا اي تيمور السويله اي تيمور السويله وجينا هنا لجامعه حماسه فروكه نطلو السلام عليكم ايوب هذه الصربه هذه كتكون اللي كيميز هذه الصربه هذه ماشي هي انها من السويله ولا من اي تيمور ولا كذا فهي كتجمع مجموعه ديال العناصر شي من هنا شي من هنا حنا كيجمعنا كلنا وطن واحد اللي هو المغرب هادشي اللي كاين حنا كنتميو للمغرب كامل هذا الفولكلور هذا التراث الشعبي ديالنا لا مادي خلاو لنا جدودنا ما خلاوهش الحوز ولا خلاو العبده ولا خلاو لينا حنا كمغاربه تراث كنفتخروا به الحمد لله حنا كشباب دروكا وكهذا الجيل المعاصر كنحاولوا نطوروا من هذا التراث هذا ومنين جات هذه التبوريطه مثلا دابا مثلا الكمون ولا مثلا السي يوسف ولا انا راه هادو عصور هذا عاصر واحد الجيل وهذا واحد الجيل وانا واحد الجيل وهذا الصغير هذا هو كيعاصر ثاني واحد الجيل يعني هاد التراث كنخليو حنا من جدودنا دابا كاين اللي كل واحد فيه كيلقى راحته كاين اللي دابا السفر ديالو لكون جي فين في البحر تيمشي يتبحر مع راساتو كاين اللي بيمشي يزور الاهل حنا الكونجي ديالنا هو مع هاد المخلوقات العجيبه مع هاد التبوريده هنا فين كنلقاو راحتنا البليزير ديالنا حنا كنجيبوه ملي كنركبوا على العود وكنشوفوا هذيك الهيبه وديك الفخامه وداك كل حاجه كنعطيوها حقها وداك الاحترام اللي كيسود بيناتنا هذاك هو البليزير ديالنا الجمهور اللي كيتفرج فيه امتى كيتنشوا هو ملي كيشوفك انت راك فوق العود وديك كتمشى وكاين واحد اللوحه كاين نوع اخر في الجمهور حيت الجمهور فيه جوج الانواع كاين واحد النوع عارف لهاد المورود هادي وكيبدا كيشخص كيقول لك وهذا لابس مزيان وهذا كيدير الشروط شنو هما الشروط هما دوك الحركات اللي كيدار بالبندقيه واش فهمتيني اذا الجمهور كاين غير متتبع ديال العود وكاين واحد النوع متتبع ديال دوك الحركات وديال العود وديال الناس كيعرف التفاصيل والجزئيات كيتفرج في هذوك التفاصيل وكنشكرك السي ايوب ومرحبا بك عندنا كبير وشكرا بزاف ديال المقدم يونس البركه مرحبا ونهار كبير هذا الله يحفظك يعني هادشي اللي قلتي تبارك الله يعني في يعني في المقام ديالو وكل شيء نقاط على الحروف كيف تنقولوا وحنا راه هاد البراد هذا والصينيه والعود هما اللي كيجمعنا هاد السيد من خد هذا من خد هذا خد كتلقى في الخزان هاد الشيء اللي ضربوا معاكم نتوما تبقاو سي ايوب نعم سيدي مروان سي ايوب تحيه ليك والتحيه للناس اللي معاك الله يحفظك قال لك العود تيخلي لك ثلاثه سميتك وسميت بوك وسميت قبيلتك انت تكون راك في العود تيقول لك شكون هذا ولد من تبارك الله منين الى بلاصه هو درا هاد المخلوقات العجيبه اللي شرفها الله سبحانه وتعالى حنا محظوظين بهاد البليه كاين اللي بلي شي حوايج اخرين الله يسهل عليه كاين اللي كيدير السباحه كاين اللي كيدير الصيد كذا الحمد لله جمعنا كل شيء الصيد والسباحه والرياضه وحنا الخيل الحمد لله والحاجه اللي خلاونا الجدر خصنا نشدو فيها بيدينا ورجلينا الا بغيتها تنور وتعطي من هنا المستقبل حنا راه محظوظين بالاعتراف ديال اليونسكو بعدا بانه تراث لا مادي هذا راه اعتراف جميل وحنا راه الحمد لله غادي نزيدوا فيه القدام وغادي نطوروه وغادي نعاصروا العصور اللي فاتونا وغادي نعطيو واحد الصوره جميله على هذا الموروث هذا وحنا راه الان كنتواجدوا في الوطاق ديال المقدم يونس البركه ومرحبا بنا عنده وخليو ليه الكلمه السلام عليكم
الناس ديالنا مرحبا بكم ومرحبا بجماعه وكاع اللي جا للطبوريضه والناس ديال الموالين الخير مرحبا. واش بغيت نقول لك كلمه قال الاستاذ، حنا راه هذه هي الرياضه ديالنا وهذه هي البليه ديالنا، راه ما نمشيو للبحر ما نمشيو ما نمو في شي حد، نقعدوا نشربوا كاس ديال اتاي بحال هكا ونشوفوا الاصدقاء ونشوفوا الاحبه ونضحكوا مع راساتنا. وكما قال الله تعالى في القران ديالو علموا اولادكم، الرسول صلى الله عليه وسلم علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل، احسن حاجه في الرياضه في الرخيه هي الخير. ما اون فوا كدير الخير ربي كيسهل عليك وتيجيب لك رزقه من حيث لا تحتسب. الناس ديال تيدراري مع سميتها البلاصه كماسه صراحه الله كبروا بينا ورحبوا بينا والله يعطيهم الخير. الله اسيدي الله تلاو في هاد المال الخير، الله يكرمهم والله يعطيهم الخير. سيكمون الإذاعة ديالنا سليمان ليمان البطل نشكركم. مروان إلا جا سعيد مروان مقدم ديالنا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بسر آيتك الكريمة وببركة الصلاة على رسول الله تحصنا بك يا ذا العزة والجبروت الحي الواحد الباقي الذي لا يموت. الله يكرمنا بالعز والزناز والطاعة يا ربي، كما ركبتينا ضاحكين سالمين غانمين استنى كذلك ضاحكين سالمين غانمين ونفرغين إن شاء الله. يا ربي تسهل على كل واحد مقدم، الله يسهل عليه الله يسر ليه كما درنا جيادك إن شاء الله. وأي واحد كيف هذا الوطاق وفي قلبه ولا شي حاجة شي غمة كاينة في الداخل دياله الله يجعل ربي في هذه الساعة تفك ليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليكم. Thank you.
شوي عليكم ودقوا لي البارد. الله يعطيكم الصحة، الله يعطيكم الصحة، الله يعطيكم الصحة الدراري. تراخى الربيع الله يرضي عليك.
Yeah.